مرام حبيبتي، أنا آسف بس لازم نأجل موعدنا شوي، ماشي؟ وهالمرة لوين بدك تسافر؟ على موسكو، بس راجع تاني يوم. ماشي، بس ارجع، بدي عوضك حبيبتي، وعد. شو بدي ساوي؟ تعودت، يومين معي وثلاثة برات البلد. بترجاكي ما تحكي هيك، بزعل منك مرام. أنا آسفة حبيبي، طالما حبيت زلمة بيعشق شغله فلازم أنا أتحمل. بس هالزلمة مغرم فيكي أكتر من أي شيء. أنا ما عم أتذمر بس كتير اشتقت لك. مرام فيكي تمرقي لعندي المساء؟ على الأقل بشوفك نص ساعة وأنا عم جهز شنطتي. بأي ساعة؟ على 8:30، لأنه طيارتي 11:30. يعني إذا طلعت على 9 10 بكون بالمطار، اتفقنا؟ طيب، على 8:30 بكون عندك. ماشي، بشوفك حبيبتي. الله معك. أهلا وسهلا. هيك بدك تسافر؟ لا، تعي. شو تغير برنامجك؟ قلت لي رح تجهز شنطتك وأنا جبت همبرجر لأنه ما رح نطلع نتعشى. بشو عم تحتفل؟ إذا عطيتيني الرد اللي بدي إياه رح نحتفل. تتزوجيني مرام؟ ماجد شو عم تقول؟ أنا بعرف شو حكيت، أنتي قولي. تقبلي إنك تكوني زوجتي؟ بعرف قديشك مجروحة من تجربتك السابقة وقديش صعب توثقي بحدا تاني، بس أنا ماني الرجل الخطأ مرام. أنا بدي أسعدك إذا بتسمحي لي. فيني أسمع منك كلمة موافقة؟ موافقة. من كتر ما طلعتي عليه عتق بنتي. أنا خايفة ماما، بتصدقي؟ أنا بدي هالمرة كل شي يكون منيح وزابط. حابة افتح صفحة جديدة بحياتي. هالمرة لا تخلي مصيرك تعلق بحدا ابدا، بترجاكي مرام. تمام؟ ماجد منيح ولطيف وبيحبك، بعرف هالشي، بس اذا انتي ما بتحبيه لا تغامري بنتي. فينك تفتحي صفحة جديدة لحالك، الحياة لسه قدامك. طمني، كتير بحبه. ان شاء الله تضلي هيك طايرة من الفرح مثل ما قلتي اول مرة شفتيه. ان شاء الله. مشواركم كتير طويل، الله يوفقكم إن شاء الله. ماما، بعد ما يرجع ماجد من هالسفرة حابين نعمل عشاء عائلي صغير بالبيت عنا، نعزم رفقاتنا ومنعلن خطوبتنا، شو رأيك؟ موافقة، وهيك منتعرف على بعض. هو قال لي إنه أهله كتير مبسوطين، قالوا له يلا بدنا كل شي يصير بسرعة. ماجد عم يقول لي خلينا نتجوز بهالصيفية، شو رأيك؟ من مبارح لليوم قديش صاير قصص وسير، وأنا آخر من يعلم فيها. وبعدين مناخد عطلة طويلة بنتي، هدي شوي، بلشت أكل هم العرس. هدول إمتى رح يجوا قلتي لي؟ الأسبوع الجاي؟ وبتتجوزوا بالصيفية، ما في وقت بنتي. ماما لا تاكلي هم، بعدين ماجد قال لا تنعجقوا وكل شي رح ينحل إن شاء الله.